السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع بعض سلسلة لابوراتوري باراسيتولوجي، والنهاردة هنتكلم على طفيل هام جدا هو البلاستوسيستس هومينس. البلاستوسيستس هومينس أعراضها بتتراوح من أعراض مش معروف لها سبب، شوية وجع في البطن، شوية اضطرابات في الجهاز الهضمي، عسر هضم، ممكن شوية انتفاخات، ولكن أهميتها الكبيرة إن هي very common، يمكن هي أشهر طفيل بيتشاف في عينات الستول أناليسيس. بلاستوسيستس هومينس بتعيش في اللارج انتستين، وبتصيب الانسان عن طريق الاكل والشرب الملوثين بيها. زي ما اتفقنا هي فيري كومن وبتعمل فيك سيمتومز مش مخصوصه ليها. شكلها تحت الميكروسكوب زي ما احنا شايفين في الغالب مدوره، وبتبقى ليها فاكيول في النص. الفاكيول ده بيبقى فيه ستورد فود وحاجات كده، لما بنحط عليه الايودين بياخد صبغه الايودين، فبيبقى باين زي بطشه بني كده في النص، وحواليها نيوكلياي نيوكلياي على الجنب على الاطراف، بتبقى بتلمع شويه او في الويت ماونت او حتى في الايودين ماونت، وبتبقى باينه زي الخاتم، زي ما يكون كده الايه اللي هي الحته الفاكيول اللي في النص عامله زي الخاتم. ده شكل البلاستوسيست هومينس في الويت ماونت. لو تلاحظ ان انا عندي في النص زي فاكيول كده، وعلى الجناب حاجات بتلمع اللي هي النيوكلياي اللي على الجنب، فباينه جدا ان هي مش دايره مصمطه، هي دواير وحواليها حاجات. الصوره دي متاخده من موقع السنتر فور ديزيز كنترول اللي هو موقع السي دي سي. الصوره دي كمان دي الايودين ويت ماونت متاخده من موقع السنتر فور ديزيز كنترول، واضح فيها السنترال فاكيول اللي حواليه من الجناب النيوكلياي. الصورة دي واضح فيها خواتم كتير قوي، خواتم خواتم خواتم، كل واحدة فيهم عبارة عن دايرة في النص اللي هي مدية الفاكيول، وحواليها زي ما يكون حاجات الدوائر صغيرة اللي هي النيوكلياي، فباينة ان هي عاملة زي الخواتم. حسيت ان الصورة لما اتعمل لها سلايد شو كانت هيزي، فعشان كده جايباها من بره. ده شكل تاني للبلاستوسيستس هومينس برضو في الايودين ويت ماونت. لو نلاحظ هنا ان حجمها كبير، ففي ملاحظه برضو للبلاستوسيست ان حجمها بيتراوح ما بين 6 مايكرون الى 40 مايكرون، وده بيكون في العينه الواحده، يعني ممكن عينه واحده يكون فيها احجام صغيره وكبيره، هي حجمها متفاوت جدا. السهم هنا برضو بيشاور على اشكال اخرى للبلاستوسيست هومينس. الاسهم السوداء دي دول بلاستوسيست هومينس. هنا برضو في 2 فاكيولار فورم من البلاستوسيست هومينس بتشاور عليهم الاسهم السوداء، ودول برضو عدد 2 بلاستوسيست هومينس باين فيهم السنترال فاكيول اللي في النص وحواليه الفراغ او النيوكلياي اللي ماليه الفراغ. ممكن استخدم حاجه تاني في البلاستوسيست، او ممكن اعمل كونسنتريشن لو انا عندي كميه قليله من البلاستوسيست او مش ظاهره، فانا عملت كونسنتريشن لعينه الستول فبيديتكت اللو نمبر من السيست الموجوده. وممكن استخدم البيرمننت ستين، بس دي في الغالب لريسيرش بيربس او لإديوكيشن مثلا في جامعه او في حاجه، ولكن البلاستوسيست جميله جدا مش بتحتاج اي حاجه، اول ما بتحطها تحت الميكروسكوب بتتشاف. ثانك يو.